هو يعني انا بشوف وبحب اتابع دايما تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ. هو لما بيتكلم بمنطق جدا وبيسرد وقائع وتواريخ وكل حاجه. وهو تحدث اكتر من مره عن يعني الاخطاء التحكيميه والفار، واللي البعض على الصعيد الثاني بياخدها بيعمل بيها كوميكس وبيتكلم كده، رغم ان هم نفسهم كانوا بيشتكوا، ما بيتكلمش على حد معين، هم كانوا بيشتكوا قبل كده يعني فيما سبق برضه من الفار والقرارات التحكيميه وغيره يعني، وقال لك في ظلم وبتاع. ماشي، مش ده موضوعنا. موضوعنا دلوقتي ان لما احنا نيجي بقى كنادي اهلي ونطالب في البيان المحترم الاخير ان احنا عايزين حكام اجانب عشان ما نكررش هذه المأساة بقى في الكاس، فبرضو حضرتك بتشوف ده فار ولا بتشوفه ازاي؟ هو في مواقف كتير يعني بعد الاندية طلبت حكام اجانب والاتحاد كان وافق على النقطة ديت، وانا بعتقد يمكن كان نهاية الدوري كان في ظل يعني التنافس الكبير على الصدارة وحتى على الهبوط، كان المفروض يبقى الموضوع ده مفتوح. النادي اللي عنده رغبه حق مشروع بالظبط هو بيتولى التكاليف الماديه كلها، وما اعتقدش تقلل من يعني من الحكام عندنا هنا مصر. انما احنا يعني كن يعني الحكام الاجانب اعتقد بتبقى يعني عندها قبول جماهيري ومفيش شك كبير في مصداقيتها ولا في شبهه انتماء او ولاء او اي اهواء عندهم، لان الناس مش عارفين اصلا اللعيبه من بعض وجايين في مهمه معينه. بالمناسبه احنا عشان بقالنا فتره ما يعني ما تشرفناش باللقاء مع حضرتك، وفي خلال الفتره دي حصلت شويه هرتلات تحكيميه وهرتلات متعلقه بالفار نتج عنها ظاهره كونيه ملفته للنظر، بان احنا شخصيا بنتكلم عنها بقالنا فتره. عايزين نعرف رؤية حضرتك أصلا للأخطاء التحكيمية واللي نتج عن الفار في الفترة الأخيرة، حجم رضاك من عدمه عن الملف ده عموما. بالظبط، أنا أتكلم في النقاط اللي هي واضحة تماما يعني الهدف اللي تم إلغائه. أنهي هدف فيهم؟ أو ده بتكلم على طلائع الجيش. أو ده سؤال حلو. أنا بتكلم مؤخرا يعني على طلائع الجيش. لينا ضرب الجزاء لينا ضرب الجزاء بتاعت اجايف طلائع الجيش، واعتقد برضو كانت في المصري في ضرب الجزاء لاجايف برضو او في الاسماعيلي سوري. يعني دول اعتقد واضحين تماما يعني، يعني هو الفار يجي هو جاي عشان يبقى يعني لو في حاجه فيها شك اخطاء بشريه بقى بالظبط، وده وارده الحقيقه دي وارده يعني. مهم جدا الفار يعني نستخدمه في الكرات اللي هي بيبقى عليها جدال، واعتقد هو بيوضح لان بتشوفها يعني من اكتر من زاويه. الهدف المرجو منه ولا ده مش حاصل لغايه دلوقتي؟ فكره ان مبدا ناقص. احقاق الحق يتحقق بوجود الفار. لا الفايده منه الفايده منه ناقصه يعني. انا بتكلم على اخر المباريات اللي كان فيها تنافس وكان فيها يعني شك كبير جدا او تاكيد احيانا في بعض المواقف ان اذا كان ضربه جزاء او هدف ملغي، اعتقد دي هي فرصه كويسه. بالعكس يمكن تقنيه الفار دي بتدي فرصه للحكم بتسهل له كتير مفروض، وبتبقى وسيله للعدل يعني. يعني هي طبعا موجوده يعني ان احنا يبقى بقدر الامكان العدل موجود في التحكيم بين الفرق وبعض، عشان ما فيش فرقه تظلم ممكن هدف ملغي يعني يحرمك من بطوله. يعني ده وارد جدا وحاصل جدا. طبعا ما فيش شك. احنا الفتره اللي فاتت الحقيقه اعتقد يعني كان في ظلم، اعتقد ما استخدمناش تقنيه الفار بشكل جيد، واعتقد كانت نقاط واضحه وكانت على الاقل برضه تدينا فرصه كويسه للتنافس يبقى موقفنا افضل، وده حق لينا يعني كان المفروض ناخده.